غالية علينا وبطاطا غالية علينا فوسفات وجوج بحورة فوسفات وجوج بحورة فوسفات وجوج بحورة فوسفات وجوج بحورة عايشة مقهورة عايشة مقهورة عايشة عيشة مقهورة بلادي فلاحية بلادي فلاحية وماطي شاغل يا عليا سينا وحدة سينا إنه يوم الغضب، غضب الشعب، عموم الشغيلة، عموم المواطنين والمواطنات. حنا ككونفدرالية ديمقراطية للشغل كنعتبروا راسنا النقابة ديال الشعب، وبالتالي اليوم حنا غضبانين من أجل هذا الغلاء ومن أجل تنصل الحكومة من كل الاتفاقات ديالها، لا اللي كانت في 2015 ولا في 2021 ولا 22، يعني جميع الاتفاقيات ديالها تتنصل منها. وبالتالي حنا ما عرفناش هذه الحكومة اش بغات، واش هاد اخ النوش فعلا جا باش يعاود لينا الترابي وراه تيربينا. وبالتالي انا اناشد جميع المواطنين المغاربه والمواطنات انه يقولوا بركه، وراه الناس ما بقاتش قادره تمشي للسوق. حنا اللي كنعتبروا راسنا من الطبقه المتوسطه اللي عندنا واحد الاجره متوسطه، الان ما بقيناش قادرين نواكبوا مع وليداتنا، والقرايه غاليه والمدارس غاليه. كيفاش يكون في الشعب والمواطن البسيط؟ الناس راه كتبكي. واش عباد الله هاد الدوله ما بغاتش تفهم؟ واش هاد الحكومه ما بغاتش تعيق؟ واش شنو باغيه؟ واش باغا الناس تخرج على عقلها؟ راه حنا خرجنا على عقلنا. وبالتالي حشومه وعيب هذا الشيء اللي راه حنا كنعيشوه الان. كل مره دابا كيخرجوا لينا بالالهاء، يلهوننا بمواضيع خارجه على الان. بقينا كنشوفوا في التلفزيون انهم كيمشيو يقولوا لينا حقا راه كاين هذاك الوسيط ما بين الفلاح وما بين المواطن، كيكذبوا. فين هما كانوا؟ علاش هما ما كاينينش؟ حنا الاسواق ديال الجمله كاين تما، الاراضي كتوارث ابا عن جد. وكيفاش ولما ما نعرفش واش هذه دوله؟ واش هذه ما فيهاش قوانين؟ واش حنا عايشين في الغابه؟ راه حنا بغينا نعرفوا راسنا مع من حنا؟ راه وليداتنا تيحرقوا، راه وليداتنا كيسيبوا راسهم في البحر. واش بغاو يخويو هاد البلاد تخوى كلها؟ ولا اللي يهضر يديوه للحبس؟ اللي يهضر يقولوا له راك مرتزق؟ وحسبي الله ونعم الوكيل. تحيه للخبير، تحيه على هذه الاستضافه، شكرك الله بك على هذا الشيء. اذا اليوم يوم احتجاجي بامتياز على المستوى الوطني من خلال المسيرات او الوقفات التي تنظمها الكونفدراليه الديمقراطيه على المستوى الوطني، من خلال الدفاع عن مطالب وحقوق الطبقه العامله، ومن جهه اولا الدفاع، اولا تصدير برنامج للاعلان عنه، اولا رفع هذا الغلاء والتراجع عن كل القرارات التي تريد الحكومه ان تدشنها وتقررها. ثانيا التزامات الحكوميه التي من خلال الحوار الاجتماعي ديال 30 ابريل اللي نص على مجموعه من الاتفاقيات والملزمه للجميع، مع ذلك خطها الحكومه كذلك الزياده في التعويضات وفي التقاعد والترسيب والقانون الاضراب وقانون الحريات العامه والى اخره. هذه كلها جينا نعلن بها، وكذلك الاحتكار اللي كيتم الان من خلال الاسعار ومن خلال اخفاء
كل المواد الأساسية اللي استغرقت مدتها القانونية وما زالت تباع في الشارع، واليوم عاد كتكتشف وستباع في المستقبل في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. لذلك جينا نحتجوا واخا من عادة السلطة، وما ذلك أبلغنا سلطنا لكل الحاضرين معنا، كان سلطة كأم كرجال كمناضلين معنا في كل المواقف، ويحضر معنا بهذه المناسبة كذلك الأخ عبد الله الياسمي عضو المكتب التنفيذي حيث قريب منا هنا، وجميع المسؤولين عن المستوطنين كأعضاء المجالس الوطنية الكويت الديمقراطية الشون، ونحيي الجميع ونحيي الإعلام كذلك الذي يتابعنا في هذه المحطات النضالية، ونعيدكم على أننا سنستمر في نضالنا وكفاحنا إلى أن تتحقق مطالبنا، وشكرا جزيلا.